الناطق الرسمي اللي هو قال علي البنزرتي وما هوش يعاون فينا وما نعرفش ممكن خونا هذا يصير أثر فيه. مانيش أنا اللي حليت الميركاتو مرتين بعد ما ديلين في عوفاء، مانيش أنا اللي نيجوسي في اللي زيت روجيه، ما يظهر علي بنزرتي هو اللي عمل الشيء هذا الكل، مانيش أنا اللي نعمل فيه. بالنسبة للماتش نتاع علي صار أنت كنت حاضر محمد معناتها أي قبل الماتش، قبل الماتش قبل الماتش هو زاد حكى على علي البنزرتي السوبر كوب شكون يأجلوا ليومنا هذا؟ هو يعرف اللي 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 علي البنزرتي فمه قال رئيس النادي الافريقي قال له مستير راهي ماهيش حاضرة دونك ماناش لاعبين السوبر كوب، هل يعقل الشيء هذا؟ قال له مستير ماهيش حاضرة قبل ما تعمل ميركاتو نتاعها، خاطر احنا عملنا الميركاتو نتاعنا لبكل مرتين الميركاتو يتحل عمرها ما صارت في التاريخ، ديليو في الاولاني زاد ديليو الثاني لين مستير خذات الدوزي ترونجي نتاعها وقوات ليكيب نتاعها 1500 في صالة مستير. هو يحكي قال جمهور ما قال شيء، كلام زايد على طول الماتش واللي فيديو موجودين بالدليل، ما نحكيوش بالفارغ انا بالدليل، الكلام الزايد والسبان على طول الماتش، الفلوس مرميه في القاعه وكل شيء مصور، الفوشيك الكونتيتي نتاع الفوشيك اللي ترمات مخك يقف فوق الخيال، وديجا عندنا هيثم سعاده في الاشيفمون موانزا لفربته الفوشيك بجنبه وهيثم سعاده موجود واللي فيديو موجودين. انا نحب نعرف حاجه بركه، القانون ما يتفكروه كان مع النادي الافريقي والخطا يتفكروه كان معنا احنا ياسر متحيزين وحسب معناتها معلوماتنا يعني. محمد انه ما داون حتى شيء على ورقه المباراه على الفيديو ماتش شيء قيد قيد حتى شيء، وصار شيء هذا في ماتش ليتوال خويا راه صار العرض هذا في ماتش ليتوال الحمد لله عملنا لي فيديو احنا وتبعثهم الفيديو للفيديراسيون ياخذوا حتى ديسيزيون ما لي فاربيتراج ما نكذبش عليك راه فما برشا كلام يدور راه متحيزين المستير وبرشا كلام يدور حتى من الصيف يهزوا عائلاتهم ويصيفوا في مستير شد امورك واضحه. الكلام هذا قاعد يدور، الناس قاعده تخدم في اجندا معينه. قاعد يدز مع مستير لاقصى حد. واضح. اكبر دليل خويا. احنا مانيش طالبين شيء، راه مانيش طالبين حتى شيء، كانك على الفوشيك والسبان والدبابس وين كلهم مستانسين به، رانا الكلوب راه ما نخافوش. رانا نلعبوا لاباس وربي معانا. احنا حاجتنا باش يطبقوا القانون عندنا في الكل. تطبق علينا احنا وعلى الاطوال وعلى غيرنا تطبق على مسكين راهو جمعيه الكل تتشكى وخايفه من علي البنزرتي راهو ماذا بهم الكلهم يتكلموا اما خايفين من علي البنزرتي وانا اللي مخوفني اكثر من الشيء هذا الكل جمهور الكلوب راهو ربي يستر راهو جمهور الكلوب اذا حط واحد في راسه راه باش تولي مشكله كبيره.